السلام عليكم، هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح للشباب؟ الشباب لو الصوت واضح يعني نبهون يكتبوني. السلام عليكم، هل الصوت واضح؟ ممتاز، شكرا أخ فيصل. طبعا في أول لقاء لنا أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مادة إدارة التفاوض. طبعا هذه حلقتنا الأولى، وشكرا أخ فهد، وحتكون مخصصة لتقديم المقرر. زي ما يعني لاحظتوا في المنتدى أستثمرت الموضوع يبين ايش هي يعني الموضوعات التي سنتناولها. شكرا لك فيصل. سنتناولها في لقاءاتنا لعدد 12 في هذا الترم ان شاء الله. بتمنى انه الترم ده يعني يكون فيه اثراء وتكون فيه استفاده، وطبعا يكلل ان شاء الله بالنجاح للجميع. طبعا النقاط حنتحدث عليها زي ما ذكرتها يعني كل ما يخص المقرر، حتى مع الاصل يعني تخص المقرر، يعني المرجع الرئيسي، اشياء المصادر التي يمكن الاعتماد عليها، كذلك محتوى المقرر، اهداف المقرر. كذلك سنتناول النقطه الرابعه موضوع التكليفات الذاتيه، واخر نقطه ان شاء الله حنتناول فيها ان شاء الله موضوع الاختبار النهائي، هو موضوع كبير. أخت ناجية، طيب بما أنه بدأت بالأسئلة والاستفسارات، يعني الاعتماد على اللقاءات فقط طبعا هو ده الرسمي، طبعا اللقاءات الحية هي أفضل يعني وسيلة للدراسة. طبعا نعرف انه في خصوصيه لكم يعني تشتغلوا يمكن لا تحضروا يعني لقاءات الحياه. ايوه هي مهمه جدا، لقاءات حيه مهمه جدا، لكن طبعا يعني العماده مشكوره على ذلك، هي لقاءات الحياه تبقى مسجله، يعني يمكن انك ترجع للتسجيل يعني وتشوف شرح المواضيع التي تفوتك. طيب بالنسبة للملخصات، في ملخصات كثيرة لكن رسميا أنا ما بقدر أحدد الملخصات دي، لأنه العمادة تمنعنا من اعتماد الملخصات. في ملخصات كويسة بتساعدكم، يعني يمكن نعمة تساعدكم في فهم هذه المادة، لكن ما هي الرئيسية؟ يعني ما هي بتكون المرجع الرئيسي؟ أفضل شيء أنا بنصحكم به هو الحضور في لقاءات الحية. لو صار غياب فممكن الرجوع إلى لقاءات مسجلة. طبعا المحاضرات المرئية هي وسيلة، يعني أنا كذلك أنا اللي يعني قمت بتسجيل وتصوير المادة يعني من سنتين. طبعا هي بتساعدكم يعني مساعدة شديدة وكبيرة في فهم المادة. الشرائح موجودة، أنا كنا يعني قبل سنتين يعني في بداية الفصل، تعرف أن الفصل جديد يعني لسه عنده سنتين، يعني في لما كنت بسجل يعني صار تأخير بالنسبة للعمادة، كنا بنسجل يعني اللقاءات المصورة، فطلبت منا العماده انه ننزل الشرائح يعني الشرائح المعتمده، فطبعا نزلناها في مصادر المقرر، لكن في الترم ده بس كان خاص بالترم ده لانه لسه ما في يعني لقاءات مصوره. طبعا بعدين يعني العماده بتمنعنا انه
بنزل الشرائح، لكن يعني للمعلومه الشرائح موجوده على معظم الطلاب، يعني بينزلوها يعني موجوده ويصير تنزيلها على المنتديات، يعني ارجعوا المنتديات القديمه وممكن تلاقوها يعني بسهوله، ما في ولا اشكال. انا في كل محاضره حستعرض الشرائح في الشرح، يعني الشرائح المعتمده، يعني حتى اللي لسه ما حمل الشرائح ففي النقاش الحقيقه حيجدها الشرائح كلها، انا اقوم بتناولها، اقوم بشرحها. اي وقت شرعاء يعني اي فرد يعني يضلك فهمني ما في اشكال، يعني زي ما تشوفوا على الشاشه اليوم هتحدث على يعني المحاضره الاولى وهي عنوانها تقديم المقرر، يعني برجع ب ايوه يعني في كل محاضرة إن شاء الله حتكمل الشرائح الخاصة بالموضوع الذي سنتناوله. طبعا الشرائح ده بيرجع لك أخي عادل، يعني يمكن تطبعها يمكن لا، يمكن عددها يكون كبير، فأنا بشوف إنه يعني الحضور هم حضور لقاء هم عددهم 12 لقاء، يعني حتى عددهم يعني قليل مو كثير، و في كل لقاء حتشوف انه المفروض انكم تناولتوا الشرائح، ويكون لقاء مخصص لشرح بعض النقاط والاجابه مناقشه طبعا والاجابه على الاستفسارات بتاعتكم. يعني كم صفحه يمكن كل المقرر في حدود 300 صفحه كده او اقل، يمكن من 200 الى 300 ما بتذكر عدد الجمله، بس طبعا يعني افضل شيء الالكتروني، يمكن افضل من الورق، يعني كل شيء واضح. في اسئله خاصه بالصناعه هذا يمكن لا بتذكر، ولا حقيقة لا بتذكر، بس المحاضرة القادمة إن شاء الله بكرة حديك العدد يعني الصحيح، برجع لكل الشرائح وديك العدد. الله يعطيك العافية أخت سوية، شكرا. طيب ده بما يخص الشرائح، نبدأ بكرة طبعا في محاضرة، يعني عندنا محاضرتين أخ عادل، محاضرة يوم الاثنين الساعة 8:30 إلى الساعة 9:15، ويوم الثلاثاء في نفس الوقت الساعة 8:30 إلى 9:15. أيوه أخت هدى، يعني في ملخص يعني قام به أحد الطلاب مشكور، يعني في 29 صفحة بس في أخطاء عددها قليل. أخطاء في الكتابة في بعض الأحيان بتغير المعنى. بالنسبة لتنزيل الملخص التعديل ده بيرجع لكم أخ عادل، أنا ما لي دخل في الموضوع. فيمكن هي بتساعدكم. طبعاً أنتم دائماً اهتمامكم بالملخصات يعني. أخفاز أنا بلتزم يعني تعليمات العبادة، أنا ما بنزل ولا شيء. أنا المطلوب مني تقديم المحاضرات الحية والتكليفات الذاتية. لو تنزلوها أنتم مع بعض ده بيرجع لكم. هذا يعني في نطاق تعاونكم مع بعض. طبعا لابد ان نحترم تعليمات العباده. اوكي شكرا اخت سعاء.
طيب نمر إلى ما يخص المرجع. الرئيسي طبعا بتعرفوا انه صعب انك تجد كتاب يكون كامل وشامل، يعني يكون يلم ويحفر كامل المفاهيم الخاصه بالمقرر. طبعا هذه القاعده يعني تنطبق مو على ميدان التصور بس، ولكن تنطبق على كل يعني الميادين. انه ما شاء الله يعني عدد الكتاب والمؤلفين كثير، وكل المقررات والعلوم هي دائما في تطور يعني مستمر، فبالتالي من ناحيه دي في ثراء بالنسبه للكتب. بالنسبه لاداره التفاوض، يعني انا اخترت مرجع رئيسي هو الكاتب نادر احمد ابو شيحه، اسمه اصول التفاوض، منشور من دار المسيره الطبعه الرابعه في عمان سنه 2011 ميلادي. بتمنى أن يكون اختياري لهذا الكتاب صادق، وإن شاء الله بينفعكم. هذا المرجع الأساسي، يعني المقرر يمكن 70% من المقرر يعني مأخوذ من المرجع ده، لأنه أنا أضفت يعني بعض العناوين للكتاب ده. طيب اللي يحب يعني يثري معلوماته أكثر بالنسبة لإدارة التفاوض، في كتب ثانية متميزة كذلك. في كتاب يعني مترجم هو للكاتب روجر داوسون اسمه أسرار قوة التفاوض، نشر من دار الفكر الطبعة الثانية الرياض 2005 الميلادي. كذلك في كتاب ثالث اسمه إدارة التفاوض، سامح عامر، المؤلفون سامح عامر على قنديل نبيل صيدي، منشور من دار الفكر الطبعة الأولى، كذلك منشور في عمان 2011. كذلك في كتاب الرابع اسمه مبادئ التفاوض لمحمد حسن، دار اسرار النشر عمان 2010 ميلادي. اخيرا في كتاب لزياد السمره، يعني في اشكال هنا في الشرائح بتمر الحاله، اسمه فن التفاوض، ده أسامة للنشر والتوزيع في عمان 2008 ميلادي. هذا يعني مجمل الكتب اللي بتساعدكم على يعني الفهم العالي لإدارة التفاوض. كذلك الكتب دي تتميز انه فيها الجانب النظري والجانب التطبيقي والعملي، فهي بتكمل بعض، يعني كل الكتب دي يعني بتكمل بعض. هل في سؤال بالنسبة للمراجع دي؟ أو هل في طالب أو طالبة يعني عنده مرجع يمكن قرأته كتاب قرأته يمكن يعني يفيدنا؟ فأنا يعني الباب مفتوح لاقتراحاتكم. طيب بما أنه ما في سؤال، مر إلى أهداف المقرر. طبعا تعرفوا أنه كل العمل، شكرا أخ خالد، لكل عمل له أهداف، وطبعا نجاح العمل هو النجاح يعني في تحقيق الأهداف دي، يعني مفهوم النجاح في تحقيق أهدافها. أنا حددت 6 أهداف. أولا الهدف الأول يعني تفهم مفهوم التفاوض وخصائص التفاوض و الحاجة للتفاوض.
يعني لابد يكون منطلقنا من أختري. ما عندك صوت؟ البقية يعني بيوصلكم الصوت؟ ما في إشكال؟ يعني يمكن لأول، لأن أول لقاء يمكن الجانب الفني يعني يمكن فيه صوت واضح. تفضل. طيب لابد أنه في بداية كل فصل لابد من التركيز على المفاهيم الرئيسية بالنسبة لكل مقرر. فهنا لابد من نفهم إيش يعني تفاوض، إيش يعني الموقف التفاوضي، وكيف تظهر ومتى تظهر الحاجة للتفاوض، لأنه ده نقطة انطلاق كل المراحل اللي تيجي بعد. وهذا يؤدينا إلى الهدف الثاني، وهو تفاهم المراحل العملية التفاوضية والاستراتيجيات والتكتيكات التفاوضية. يعني الاستراتيجيات والتكتيكات التفاوضية هي في صميم عمل المفاوض. يعني كل مفاوض لما يدخل عملية تفاوضية لابد أن تكون عنده استراتيجية واضحة وتكتيكات يعتمد عليها للنجاح في العملية التفاوضية. طبعا التركيز في المقرر حيكون على يعني الجانب العملي لإدارة التفاوض، هو يتمثل في النقطتين الاستراتيجيات والتكتيكات. ثالث هدف هو اكتساب المهارات الخاصة بممارسة العمليات التفاوضية، وما سيتم استخدام استراتيجيات وتكتيكات المناسبة. يعني هنا هنشوف يعني يمكن حتستمتعوا في آخر اللقاء بالمقرر ده، إدارة التفاوض يعني هو فيه جانب عملي كبير، فهو يمارس. حتى انه بعض الطلاب حتلاحظوا ان شاء الله ذلك، طبعا بعض الطلاب والطالبات حتشوفوا انه في حياتنا الخاصه والعامه انه بنعتمد على التفاوض. يعني التفاوض، وجود التفاوض هو مرتبط بوجود الانسان. يعني كل انسان هو يقوم بممارسه التفاوض. طبعا افضل شخص الذي يمارس ذلك انه يكتسب المهارات بالممارسه دي. المهارات دي بترتكز على الاستراتيجيات والتكتيكات التي تخص التفاوض. الهدف الرابع هو القدره على التمييز بين الانواع المختلفه المواقف التفاوضيه. هنشوف انه المواقف التفاوضيه متعدده ومختلفة وتاخذ أشكال يعني متطورة ومتغيرة. فبالتالي لابد من يعني كفاءة المفاوض، لابد أنه يكون يعني متأقلم بالعمل. أيوة أخ فيصل، طبعا الإمكانية التفاوض ما هي ممكنه، ما في ولا اشكال طبعا، بس ايش النتيجه حتكون يعني حسب يعني تفاهمنا مع بعض. ممكن ليش لا؟ هو الاختصار، هو دائما احنا بنرجع يعني بتعرف انه المبدا الرئيسي هو تنفيذ تعليمات العماده. لأن العمادة لها تصور طبعا لنجاح، يعني الطالب ونجاح وتكون استفادة في تعليمات لابد من يعني التعامل معها بجدية. يعني هي خط أحمر يعني ما يمكن نتفاوض فيها. فمثلا بالنسبة للاختبار النهائي، كنت بتخطوني يعني مباشرة النقطة دي، إنه العمادة بتوصلنا إنه الاختبار او اسئله الاختبار لابد ان تكون شامله بكل الابواب. طبعا احنا بننفذ يعني التعليم المادي، يعني ما بقدر اتفاوض معكم في النقطه دي.
ايوه اخفاض لسه ما وضعت، يعني باقي عندنا 10 ايام عشان نسلم الاختبار النهائي. انا بكره وبعد بكره بخلص كتابه الاختبار النهائي وتصميمه وان شاء الله بسلمه. لكن برجع دايما بذكركم ان الاختبار حيكون يعني شامل لكل الابواب. ايوه اخ فيصل دكتور بدي ممتاز، يعني ملاحظتك في مكانها، وطبعا هدفي انه تتمكنوا وتفهموا بشرح بسيط ومتميز لفهم الماده. طبعا انت اهتمامك فهم الماده وكذلك الدرجات ده يعني شرعي، فانا بحاول بساعدك انك تحصل دي مع بعض. يعني بالنسبه للاختبار النهائي واحنا كده حنمر مباشره الاختبار النهائي، بس ما يخالف لانه طرحت الموضوع ده يبدو ده الموضوع الرئيسي بالنسبه ليكم. طب نحكي عليه. طبعا يعني منه اختصاصنا مبدا التسهيل، يعني مبدا كذلك بحترمه انا، بسهل عليكم. لا اخ عادل الحظ غير ممكن، لانه قلت لك يعني ده مبدا رئيسي لابد من احترام يعني تعليمات العماده. العماده تصر انه الاسئله تكون شامله، يعني تكون في اسئله على كامل المقرر كامل الابواب، هي عددها 9. وكذلك العماده يعني تضيف انه الاسئله تكون في متناول الطلاب. واحنا طبعا يعني دكاتره كنا بنهتم بالنقطه دي ونحاول انه الاسئله تكون واضحه. ايوه اخت مريم، ايوه خليني اكمل الشرح وبعدين يعني اسالوا اي اسئله بتريدوها واي استفسار بجاوب عليه. وده يعني المحاضره دي مخصصه للنقطه دي. طيب برجع للاختبار النهائي، يعني انا الحين يعني درست هذا خامس فصل عندي او رابع فصل، يعني بدانا سنه 2014 في ثاني فصل. شكرا اخت سمية. فطبعا بالنسبه للاختبار النهائي كان في الترم الاول يعني كان نسبه نجاح عاليه، و يعني الاسئله اللي بقدمها انا يعني دائما في نسبه من الاسئله يعني نصف الاسئله بتكون يعني سهله، والنصف الثاني يعني درجه تعلق شويه، يعني بما انا انه دائما في يكون في من 3 إلى 5 اسئله تكون مبنيه على الفهم، يعني ما موجوده حرفيا في الشرائح. وكانت الحمد لله كانت النتائج عالية. لكن اللي حدث الترم الماضي واللي قبليه وهذا صار إشكال هنا، انه عدد طلاب زاد، يعني وصلت انه في ترم في 597 طالب وطالبة، لكن اللي كانوا بيحضروا يعني ما يفوتوا 10 او 20 طالب. وانا متأكد اللي كانوا بيحضروا اللقاءات الحية هم يعني نجحوا بامتياز، لانه الاسئله يعني كانت في متناول كل الطلاب، عكس اللي كانت ملاحظات من الاسئله مشوشه وغير واضحه. وعليكم السلام اخت فاطمه، وغير واضحه وفيها يعني تشتيت للذهن وكذا، وهذا ما هو صحيح. اكد لكم ده، يعني يمكن في من 3 إلى 5 اسئله لازمها تركيز تام، لكن بقية الأسئلة يعني سهلة وفي المتناول. لكن طبعا اللي ما بيحضر المحاضرات ويجي في آخر يوم وياخذ الشرائح كلها، يعني في حدود قلنا من 200 إلى 300 صفحة وبيركز على الشرائح، طبعا يعني ما بينفع ده. أي وقت ده اللي حضروا اللقاء دكتور تكون الاسئله اللي من خارج المنهج، ما في ولا سؤال خارج المنهج، بكرر ده.
ما بعطيكم خارج الملاش، خارج شرائح كل الأسئلة من الشرائح، لكن في بعض الأسئلة بعطيكم، بعض الأسئلة ما هي مكتوبة حرفيا في الشرائح، لكن أديكم ملخص. أنا القرار اللي أخذته إنه الترم ده حتكون أسئلة كلها من الشرائح. ليش؟ لأنه أنا بعض التشكيلات جد التشكيلات قليلة، يعني عددها قليل، لكن تخص اللي متغيبين على اللقاءات الحية. ففكرتي ايش؟ انه الترم ده حديكم اسئله نصيا وحرفيا من الشرائح، يعني نص السؤال او الاجابات موجوده نصيا وحرفيا، وحشوف ايش هي النتيجه واقارنها بالاختبارات الماضيه. ايش رايكم؟ يعني كده لا قانوني ولا خارج المقرر ولا خارج الشرع ولا شيء. اللي بيحضر انا باكد لكم اي وقت هو ده السؤال هنا. انا قلت لك يعني هو الماده دي ما تعتمد على الحفظ، هي تعتمد على الفهم، ودي من النصائح اللي حقدمها لكم انا. يعني الحفظ يعني يمكن انت يعني فهم عباره من مفاهيم تتركز عندك تتخزن في الذاكره طويله الاجل، يعني بتعرف انه في ذاكره انسان في ذاكره طويله الاجل وفي ذاكره يعني جانب من ذاكره طويله الاجل وجانب قصير الاجل. انا بشجع على الفهم اكثر من الحفظ، لانه اللي تفهمه هو يبقى راسخ عندك ومخزن في الذاكره طويله الاجل، بينما اللي بتحفظه سوف يذهب بالغالب الى الذاكره ذاكرة قصيرة الأجل، وبالتالي سهل أنك لا تتذكر ما تحفظه، لكن صعب أنك تنسى ما تفهمه. لذلك أنا بنصح بالفهم، وده بيرجع لكم. يعني حتى الأسئلة اللي قدمتها يعني مبنية على الفهم، يعني حتى أنت لو نسيت يعني الحفظ كنا بننسى، في يعني احتمال لأن الإنسان بينسى. أيوة أخت ريم، أيوة ريم ومريم. طيب برجع للمرة انه طبيعة هذه يعني نصيحة اللي بديها لكم، نصيحة ثمينة، انه متابعة المحاضرات اول باول، ما تترك محاضرة بتروح عليك، حتى لو غبت، لو غبت ارجع، يعني هي مدة يعني من المحاضرات اسبوع عشان تيجي المحاضرات اللي بعدها، فلو غبت على المحاضرة ارجع و تناول المحاضرة اللي غبت فيها، لأنه يعني في تواصل واستمرارية بين المحاضرات. فبكرر نصيحتي بمتابعة المحاضرات أول بأول، لأنه طبيعة هذه المادة إدارة التفاوض هي أقرب إلى المادة العملية. فدي نصيحة بدي لكم. قلت لكم الاختبار النهائي حديكم يعني أسئلة نصية من الشرائح، اللي يحب يحفظ وذاكرته عالية بيحفظ، اللي يحب يفهم بيفهم ما يحفظ، اللي يحب يسوي الاثنين مع بعض ممتاز. يعني ده بيرجع لكم، ده قراركم. يعني اخر حاجه كثير على الشرائح، الشرائح موجوده عند الطلاب يعني من الزينه في المنتديات السابقه، ممكن ترجعونها. وانا كذلك قلت يعني انا في كل محاضره بقدم لكم الشرائح التي ساقوم بشرحها، يعني بتلاقيها عندك النزله في المنتدى او موجوده في المحاضرات الحيه. طيب هل في اسئله تخص الاختبار النهائي؟ يعني بتمنى اني ما برجع للنقطه دي، يعني نقطه وس يعني نتعداها. نفس تقسيم، ايوه عدم تقسيم اختبارات ثلاثه صعبه، ثلاثه الى خمسه اسئله فقط.
لا الترم هذا كل هي ثلاثة لخمسة أسئلة، من ثلاثة لخمسة أسئلة كده تخص الفهم. هنشوف يعني في الترم ده الاختبار هي هيكون يعني أسئلة اختبار كلها من الشرائح. وأكد لكم كذلك احنا في يعني بقية اللقاءات حيكون في آخر كل لقاء حيكون في كويز. وأسئلة الكويز هي في نفس روح أسئلة الاختبار النهائي. يعني اللي بيحضر المحاضرات الحية بيتعود على الأسئلة بتاعتي. ويجب أكد لكم أسئلة في المتناول، لكن مش كل الآراء اللي ظهرت في المنتدى هي آراء الذين لا يحضرون المحاضرات الحية أو جاء في آخر يوم وقام بالمراجعة. كذلك يعني بعض الطلاب يعني بيعيدوا المادة، إنه أنا كنت متعود إنه في آخر محاضرة بسوي مراجعة للطلاب، يعني يكون فيها التركيز عشان بساعدكم، لأنه المقرر يعتبر فريق عشان بساعدكم في التركيز على بعض النقاط كمساعدة. يعني قمت بمراجعة يعني تقريبا لكل أسئلة لكل الطلاب، لكن اللي ما بيرجع المحاضرات الحية لا يمكن له أن يتواصل مع يعني المراجعة دي. يعني أخترين إجابة على سؤالك، أنا الترم ده طلبت منا العمادة أن ننزل موضوع يعني يخص المحاضرة التي سنتناولها في المستقبل. يعني بكرة يعني زي ما شفتوا في المنتدى موضوع اليوم محاضرة اليوم موجودة العناصر التي سنتناولها. بكرة بعدين حنزلكم يعني موضوع يخص المحاضرة الثانية، إيش هي المفردات التي سنقوم بتناولها. وهكذا بمتواليك، يعني في كل خيارات حيكون كده. يعني أنت لما تدخل قبل ما تدخل المحاضرة يعني تجد إيش هي النقاط التي سنقوم بشرحها وسنقوم بمناقشتها والتفاعل معها. أيوة أخت سمارة كيف تخليني شريحة؟ لا لا بظن أكثر من 200 ل 300. ممتاز أخت حصة، دي نصيحة بدي لكم، يعني ما تاخذوا آراء اللي قبل يعني قلت لكم عددهم 597 طالب وطالبة كانوا بيحضروا منهم من 10 إلى 20 طالب، يعني في حدود 570 طالب ما كانوا بيحضروا. وهذا اللي كانوا يعني آراءهم يعني بيشوفوا انه الاختبار يعني فيه تشويش الى غير ذلك، وهذا مو صحيح. انا باكد لكم ده. واحنا دائما في الكويزات التي ساقدمها لكم في المحاضرات ان شاء الله يعني تديوني رايكم على الاسئله التي ساقدمها. ايش هو الكثير اخت زهره؟ عدد الشرائح؟ لا، في ملخص للشرائح دي 29 صفحه يمكن ترجع له. لا بيرجع لكم. مو كثيرة. طبعا بتعرفوا انتم يعني في تصميم الشرائح يعني عشان هو العدد كبير. ليش عدد كبير؟ يعني في مزايا لتصميم الشرائح. يعني انت صفحة كاملة، شريحة كاملة فيها 4 أو 5 أصناف. يعني لو تجمعها على يعني ملف وورد مثلا يعني ما تيجي فقرة. فيمكن انكم تحولوا الشرائح تحولوا على الوورد، وهذا اللي صار. يعني الملخص الموجود منزلينه في المنتدى قبل يعني هو يعني كوبي بيست الشرائح بس على صيغه الوورد، ولما تحولوا على الوورد يصبح فيه 29 صفحه. مو كثير. ايوه اخت ميساء، يمكن ملخص اللقاءات يكون 45 صفحه، يمكن 45 صفحه، انا ما متاكد.
طيب في أسئلة ثانية برجع لنقطة كذلك التكليفات الذاتية. يعني طبعا دايما برجع لتعليمات العمادة يعني صحيح جدا، يعني ما نفس البركة في المقصيدة في العدد، يمكن في اختلاف ما بعرف، بس انتم تقدروا يعني تقرروا اي شيء الملخص بساعتكم. يعني العماده بتوصينا بتقديم تكليفين اثنين في كامل الترم، يعني حيكون فيه من 5 إلى 10 اسئله لكل تكليف ذاتي، وهو يعتبر التكليف الذاتي والتمرين للاختبار النهائي، لكن ما عليه درجات. كان يسألوني بعض الطلاب هل عليه درجات أم لا؟ ما عليه درجات تكليف ذاتي، هو تمرين، الدرجات كلها تدخل في اختبار نهائي فقط. فالتكليفات الذاتية مع الكويزات يعني بتمكنكم أن يكون عندكم يعني معرفة بالأسئلة أول شيء، وكذلك من تكوين ضمن الأسئلة. يعني حيكون عندكم في حدود ما بعرف 100 سؤال في المجمل، فده بيساعدكم انكم تعرفوا كيف تتعاملوا مع الاسئله. طيب احب هنا اركز على، ايوه اخ عادل، كيف يعني له درجات؟ التكليفات الذاتيه ما عليها درجات، هو تمرين بس ما لها درجات، أنا متأكد من ده. يمكن تغير بس ما تغير ولا شيء، ما لها درجات. الاختبار النهائي كل الدرجات في الاختبار النهائي. وممكن ليكم تستفسروا في العبادة يعني عشان تتأكدوا، هو عشان يدربكم على الأسئلة بس. طيب هنا بديكم بعض النصائح اللي تخص اسئله الماده. طبعا من تنقسم الاسئله الى قسمين، اسئله صح وخطا واسئله اختيار متعدد. بالنسبه لاسئله صح وخطا هي بكل بساطه يعني عباره عن جمله مزينه بخيارين، هما صحيح او خطا. طبعا على الطالب، بالنسبه للنصيحه اللي بديها لكم نصيحه رئيسيه، ان الطالب يعني يقرا الجمله بعنايه ولاكثر من مره حتى يتاكد من صحه او عدم صحه العباره قبل اختيار الاجابه الصحيحه. يعني بالنسبه للسؤال صح وخطا اقرا العباره مره واثنين وثلاثه، لو انت متاكد ان الاجابة عندك صحيح ام خطأ فنجاوب. كم عددها احفاظ؟ بظن 3 اسئلة، هي يمكن في حدود 3 إلى 5 اسئلة. انا لسه ما يعني اشتغلت على الاختبار النهائي، بس في الغالب تكون 3 اسئلة، ودائما تكون اسئلة سهلة، يعني اسئلة في متناول الجميع هي في بداية الاختبار عشان تبني ثقة قليلة. 3 يعني يمكن 5، ما بعرف بس ما بقدر يعني أكد لكم الحين، يعني لسه ما اشتغلت على الاختبار النهائي. فهي أسئلة حقيقة سهلة، يعني عندك 50% احتمال أنك يعني فرضية 50% أنك تجاوب صح. لكن نصيحة أوديها لكم من اليوم، اقرأ العبارة بعناية، ما تسلط اي كلمة او اي حرف، لانه يعني في بعض الاحيان كلمة او حرف يمكن يغير المعنى للعبارة. فالتركيز هنا على فهم العبارة هو افضل وسيلة وافضل طريق للاجابة الصحيحة. هذا بالنسبة للاختبار، بالنسبة للأسئلة الصح والخطأ. يعني ما غموض، هو غموض بمعنى الغموض، هي لابد من التفكير. بس أنا قلت يعني الخادر أن الأسئلة كل
أسئلة حتكون موجودة حرفيا من الصباح، يعني كل غموض ما في غموض، كله موجود بصراحة. هاخذ نفس العبارات ونفس الكلمات حرفيا، يمكن في بعض أسئلة يمكن في تعديل شوية عشان يعني أيوة. فخلاص جاوبت على السؤال ده. يعني بعدين لما نتلو الكويزات حاولوا تديروا رأيكم هل في غموض أم لا على الأسئلة، أو كذلك بالنسبة للتكليف الذاتي. أنا مقتنع إنه ما في غموض على الأسئلة، بس تديروا رأيكم يعني كيف يكون في غموض والإجابة موجودة في الشرع حرفيا. كنا يبدأ ما في ما في ولا غموض. طيب بالنسبة للقسم الثاني من الأسئلة وهي أسئلة اختيار متعدد، هنا طبعا بالنسبة للقسم ده أو نوعية الأسئلة دي هي تكون فيها عبارة أو جملة تتبعها أربع خيارات، خيار واحد بس هو الصحيح فيهم والبقية غير صحيحة. يعني حيكون في عندك عبارة وحيكون في أربع خيارات، في خيار واحد صحيح وثلاثة خطأ. يعني هنا يجب الحرص عند الاختيار، يعني حرص شديد. ليش؟ لأنه قد يتبادل الذهن الطالب أو الطالبة. أيوة عبد الله نفس السؤال، يعني بخط الصراحة أنا حكيت على الموضوع ده، ما نكرر نفس الأسئلة عشان هو حتى الوقت يعني بقى عنده دقيقتين. بالنسبة لي لابد من التدقيق والتمحيص، لأنه هيكون فيه يعني خيار صحيح 100% وخيارات هي تشبه، يمكن هنا يمكن الغموض اللي تحكي عليه، هي تتقارب مع الخيار الصحيح، وهي أسئلة صح وخطأ وأسئلة الاختبار المتعدد هي مبنية على إدخال الشك. أنتم لو تسويوا يعني بحث على نوعية الأسئلة دي، ده مثبت علميا انه يعني مقارنة بالاسئلة الموضوعية والاسئلة المقالية. ايوه اقصد يعني حدثت في تقارب بس ما هو غموض، في فرق بين التقارب والغموض. يعني الاجابات عندك كلها وانت حليت تختار ايش الصح ايش